عدنان يضغط على إيلول بسبب دينه لإحسان. من ناحية أخرى، تشعر إيلول بالإحباط بسبب ضغط كوراي وتذهب إلى العيادة لإجراء اختبار لمعرفة من هو الطفل حقاً. وبعدها، توصل ياجز إلى نتيجة مفادها أن الطفل قد يكون طفله، وليس طفل كوراي، بناءً على اختبار إيلول. فاتح يحبس أوزان. أوزان، الذي يعتقد أن كان قد اختطف جولد، يتصارع مع كان وشولي يطلق النار على كان من مسافة بعيدة. يعتقد أنه أطلق النار على أوزان كان بنفسه. يبحث أوزان عن طرق لجعل أسلم يسامح نفسه. ومع ذلك، أسلم ليس لديه أي نية لمسامحة أوزان. عدنان، الذي اعتقل بسبب حادث يوشارن، يحتاج إلى خطة جديدة. بينما يعاني ياجز من ألم إدارة ظهره لعائلته، تأخذه إيلول وعائلتها تحت جناحهم. إيلول يقترض المال من أحد المرابين، يدفع المال للمستشفى ويخضع يوشار لعملية جراحية. الجراحة ناجحة، نتيجة لجهود ياجز في ملاحقة الشخص الذي ضرب يوشار. تؤدي الصدارة إلى عدنان. تم القبض على عدنان أمام أعين ياجز. كوراي يهرب. يحاول أوزان إقناع كان بالتحدث، لكن قبل أن يتمكن من الحصول على أي بيانات عن فاتح، يتدخل فاتح في الموقف. بيرسين يعاني من النزيف. أوزان يجبر أسلم على ركوب السيارة. يفتقد. مع اقتراب يشار من الموت في كل دقيقة، تحاول إيلول دفع تكاليف جراحة والدها. من ناحية أخرى، يحاول ياغيز العثور على آثار السيارة الزرقاء التي صدمت يوشار. يتخذ أوزان الإجراءات اللازمة لمعرفة من قام بإعداد اللعبة التي تسببت في انفصاله عن أسلم. تعود ذكرى جولد وتخبر أوزان أن أسلم بريء. يجد بيرسين الرسالة التي تركها كان على باب أسلم. يشار في المستشفى. يقول الطبيب إن الأمر يهدد الحياة وأن العملية الجراحية تحتاج إلى 300,000 ليرة. تقول إيلول إنها ستجد المال. يذهب ياجز إلى مكان الحادث ويجد الطفل الذي أخذه يشار إلى إيلول ويعطيه إلى إيلول. عندما تعلم إيلول أن والدها قد سامحها، تجد السلامة ولو مؤقتاً. بينما تنتظر بيرسين زواجها من أوزان بفارغ الصبر، يسعى أوزان للحصول على رسالة غير متوقعة. هل سينتصر يوشار في معركته من أجل الحياة بعد الحادث الذي تعرض له؟ فهل سيحقق كوراي الذي تركها وسط الشارع هدفه؟ بعد أن يخسر عدنان القضية، يقرر قتل يوشار الذي يحمل له ضغينة. قام بتعيين كوراي لهذا الغرض. على الرغم من أن كوراي لا يريد ذلك، إلا أنه مجبر على فعل ما يقوله عدنان. يضرب يوشار بسيارة. يترك كان رسالة مجهولة المصدر على باب أسلم. يجد أوزان هذه الرسالة التي تفيد بأن كان آسف جدا وأن أسلم بريء، لكنه لا يستطيع أن يفهم من تركها. بيرسين مستعد للزواج. تشعر جولد أن هناك شيئاً غريباً في زواج بيرسين وأوزان. بينما يهتز أوزان لخبر حمل بيرسين، فهو لا يعلم أن هناك تحضيرات لحفلة في منزلهم. بينما يملأ انتصار يشار على عدنان الجميع بالبهجة، تصل الرسالة أخيراً إلى صاحبها الشرعي. فاتح على وشك أن يقرر أنه بحاجة للتخلص من كان الذي كان يخفيه منذ أيام. كوراي يخبر إيلول أن الطفل هو طفله. يبدأ الشك بالسقوط على إيلول. بفضل دعم يشار ياجز، فاز بالقضية ضد عدنان. تعلم إيلول أن ياجز ساعدها. بيرسين تظهر لأبيها ووالدتها أنها حامل. عالقاً في الزاوية، يقبل أوزان أن يتزوج من بيرسين. وفي الوقت نفسه، أسلم مهتم بجوليدا. راضية، التي علمت أن طفل إيلول من ياجز، تضع خطة جديدة. تلاحق جولد ما تتذكره قطعة قطعة. تبدأ بيرسين في تنفيذ خططها واحدة تلو الأخرى لإقناع أوزان بحملها. تبدأ أسلم العمل كمقدمة رعاية لجولد. جولد تحبه كثيراً.
تحاول بيرسين أن تثبت لأوزان أنها حامل، لكن أوزان الذي وجد اختبار الحمل يعتقد أنه اختبار أسلم ويستنتج أن أسلم حامل. بينما كانت راضية على وشك الإعلان عن والدي إيلول ويغيز الحقيقيين في العشاء الذي دعت إليه الجميع، علمت أن إيلول حامل من ياجز. قررت أنها بحاجة إلى إجهاض الطفل. يسار يلكم عدنان ويغضب بشدة من إيلول بسبب ذهابها إلى ذلك العشاء. بعد ترك وظيفتها في المدرسة، تتخذ أسلم خطواتها الأولى لبدء حياة جديدة مع والدتها. بينما يحاول أوزان استعادة ذاكرة جولد، فإنه يبحث أيضاً عن شخص يعتني بوالدته. تكتب إيلول رسالة لتتركها لطفلها الذي لم يولد بعد. تعتقد راضية أن الوقت قد حان للكشف عن السر الكبير الذي تحمله. حقي يختطف نرمين ويتركها لتموت في منزل منعزل. ينقذه إيلول ويأخذه إلى المستشفى. نرمين تطلب منه ألا يخبر أحداً بهذا الموقف. تفتح جولد عينيها وتخبر جيفت أن أسلم بريء. يريد أن يرى أوزان. بينما تحاول جيفت إعادة أوزان وأسلم إلى المنزل، يعلم فاتح أن جولد قد أفاقت ويعود إلى المنزل ويخنق جولد بوسادة. لكن جولد لا تموت، يعود إلى الحياة بتدخل أسلم. وعندما أفاق، كانت ذاكرته وقدراته العقلية قد اختفت إلى حد كبير. تذهب أسلم إلى منزل أوزان لجمع أمتعتها من أجل الانفصال عن أوزان تماماً. يشعر أوزان بالقلق على جولد ولا يطيق الانتظار لإعادتها إلى المنزل. بينما تتألم نرمين من ألم إنجاب طفل، يلاحظ ياغيز التغيير فيها. زيارة إيلول لأصدقائها ستجعلها تشهد حدثاً غير متوقعٍ. يقبض إيلول وياجز على كان ويحضرانه إلى المحكمة، لكن كان يهرب من قاعة المحكمة بمساعدة فاتح. طلاق أسلم وأوزان. نرمين تسعى وراء أبنتها. يصلون مع راضية إلى رجل يدعى حقي يعيش في منزل عائلة يشار القديم. الرجل الذي يقول إنه سيكشف مكان الفتاة مقابل 100,000 ليرة يحضر نرمين إلى القبر. راضية منعت نرمين من الوصول إلى إيلول. جولد تفتح عينيها. بمجرد أن يفتحه يقول لنفسه أن أسلم بريء. مع اقتراب موعد محكمة طلاق أوزان وأسلم، تتضافر جهود إيلول ويابز للبحث عن الحقيقة. فاتح وبرسين على وشك الوصول إلى هدفهما بخطوات واثقة، والشخص الوحيد الذي يستطيع وضع حد لكل هذه الفوضى لا يزال يرقد فاقداً للوعي في غرفته.